صباح الخير سكان قطاع غزة، من جديد أطول عليكم في هذه الفترة من التهدئة الإنسانية المؤقتة، وأكرر بعض الرسائل المهمة فيما يتعلق بالمناشدات وتحذيرات لهذه الفترة. أولا، ممنوع التوجه من جنوب القطاع إلى شمال القطاع، منطقة شمال القطاع منطقة حرب وقتال، ولذلك جيش الدفاع لن يسمح بأي حال من الأحوال التوجه من جنوب القطاع نحو شماله. بإمكانكم انتهاز هذه الفترة، ونحثكم على ذلك أيضا، بالانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه عبر طريق صلاح الدين. ثانيا، ممنوع الاقتراب أو ممنوع الدخول إلى البحر. وثالثا، ممنوع الاقتراب إلى الحدود الإسرائيلية لمسافة كيلومتر واحد، ممنوع الاقتراب لمسافة كيلومتر واحد عن الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة. حافظوا على هذه التعليمات من أجل سلامتكم ومن أجل سلامة أحبائكم.